معقول؟ معقول يا حسين يا شاكر؟ شركة مزيفة؟ أنا شركة؟ وريني. يا نهارك زي بعض يا حسين يا شاكر؟ بقى الشركة اللي ساهمت فيها وحطيت فيها كل فلوسي عشان تريحني للأبد تطلع مزيفة؟ ومش في جنيف في لندن؟ شوية نصابين على راسهم حسين شاكر؟ الجواب ده ممضي من هدى السيد، مش دي مرات حسين شاكر الجديدة؟ هي حتى بتقول في اخر الجواب ان حسين شاكر ناوي يقتل عادل قريب. ايه ده؟ يبقى لازم نبلغ عادل فورا. بعد ايه؟ بعد ايه يا عادل؟ كل شيء راح خلاص. عمري يا حسن انه جت من ايديا برصاصه كنت انا المقصود بيها. يا حسرة قلبي عليك، كان جدع طيب ابن حلال وقلبه زي البخته البيضة. استاذ رؤوف ازيك يا عادل؟ الحمد لله انك بخير. اتفضل يا استاذ رؤوف. مالك يا عادل؟ فؤاد يا استاذ رؤوف قتلوه المجرمين وفي الغالب كنت انا المقصود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أكيد طبعا، أكيد كنت أنت المقصود، وأنا كنت جاي أحذرك عشان تعمل احتياطاتك. ده حتى هدى من لندن بعدت تحذرك. أما أنت يا هدى وشك حلو عليا بشكل. خير؟ تكذيب اللي كنت بحاول أنشره من شهر نزل النهارده. الأقزام دلوقتي حسوا إن هم من غيري ولا حاجة، اتفضلي اقري. عشان تعرفي ان كل اللي كان بيتنشر عني كله كذب وتلفيق. كذب وتلفيق؟ طبعا. الكلام اللي ابوك ملى دماغك بيه عني طلع كله غلط. ان اللي زي كلهم حراميه واجمعوا ثرواتهم من دم الغلابه. لازم تعرفي يا هدى ان انا قاسيت كتير لحد ما وصلت اللي انا وصلت له ده. عشان كده عايزك تقفي جنبي وتساعديني يا هدى. اساعدك على ايه يا باشا؟ ساعديني باحساسك بيا. انك تقفي جنبي، ما تبقيش نافره مني. كل ده اللي انا عايزه منك مش اكتر. لازم تعرفي ان الخبر السعيد النهارده ده هيغير حاجات كتير قوي بينا. هدى، هدى انا ادخل جوه من فضلك. جوزيف. مورنينج باشا. مورنينج جوزيف. ها؟ ايه الاخبار؟ اقعد. ها؟ ايه الاخبار؟ بقية في حياتك باشا. مش معقول. مو باشا. جوزيف لما يقول حصل يبقى حصل. صدقني لو تحب اجيب لك جثته هنا في لندن هجيبها لك. لا 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 لا. لندن ايه؟ انا عايز احتفل بالمناسبة دي هناك في مصر. مصر تاني باشا. وتاني وتالت ورابع وعاشر يا جوزيف. مصر دي اللي قدرت اكبر فيها وحفضل فيها للنهايه. بموت عادل ده والخبر المشهور النهارده في الجورنان هقدر اقبض على كل حاجه بايد من حديد يا جوزيف. حقك يا باشا. بس كده انت تؤمر باشا، انت تؤمر. جوزيف مكافئتك عندي زي ما وعدتك بالظبط، وفوقيها 5000 جنيه استرليني. احنا بنخدم سعادتك محبه باشا، محبه بدون مقابل. تنصرف انت. مع السلامه. على اذنك. اتفضل. والله ايه مالك يا هدى؟ عاوز ايه يا خاين؟ ايه؟ ايوه اللي يخون الهدى ما يبقاش راجل في كلمته، يبقى ايه يا خاين؟ لا ده انت 100% اتجننتي خالص. برضه قتلته يا متوحش. قتلته رغم ان انت حلفت ووعدت.
هدى انتي انا سمعت كل حاجه بوداني، بس انت لازم تعرف حاجه مهمه قوي، ان انا بنت محمد السيد، بنت الراجل اللي عمره ما رجع في كلمه ولا خان عهد. اتفقنا كان واضح وصريح، وانت كنت موافق عليه من البدايه. ايه اللي غيرك تغير كلامك ليه؟ لكن خلاص كل حاجه انتهت، وكل واحد مننا لازم يروح في طريق. هدى لازم أرجوك. تطلعني طلعني هدى، ارجوك الكلمه دي ما تقوليهاش ما تقوليهاش. هفضل اقولها طول عمري، طلعني مش هي اشوفك مش هي اشوفك. اخلصي. عايز تضربني اضرب، ده مش هيمنعني ان انا اقولها لك، هقولها لك حتى قدام الناس. اخلصي. اضرب كمان لو الضرب هيريح ضميرك. انا عارفه ان دنيتك عمياك، وسحبك لطريق انت مش عارفه. يا مصيبتي على الفجر والجبروت، كل ده يطلع منه يا اسماعيل. ما انا ياما قلتلك ده محدش يقدر يقف قصادي. ده عبد عظيم، عبد عظيم حبيبه ما سلمش من ايده، واخته اللي من دمه ولحمه بيقولوا انه تسبب في خراب بيتها، وان عقلها خاف وهتدخل السرايا الصفرا. يا لهوي يا لهوي، يعني ممكن يأذي بنته ويعمل فيها حاجه؟ يا لهوي. لكن انت عرفت ده كله منين؟ ما انا كنت رايح المكتب قابس عبد عظيم عشان اطلعه على اوراق المحل، ما لقيتوش وسمعت الحكايه دي. اسمع اسماعيل، انت لازم تلاقي طريقه اكلمها في التليفون او تخليها تيجي عشان اطمن عليها وعلى حياتها. طريقه ايه يا تفيده؟ وانت يعني شايفه الباشا بيوديني قوي عشان يديني نمر تليفونه ولا عنوانه؟ ما تجيب نمر تليفونه او عنوانه من المكتب. المكتب؟ ايوه اكيد هم بيتصلوا بيه. ارجوك يا اسماعيل، عايز ابعت لها جواب اقول لها على كل اللي في قلبي، اعمل معروف. حاضر حاضر يا تفيده، حاضر لما نشوف اخرتها. معقوله يا رؤوف بيه؟ معقوله يبقى في ايدينا كل الحقائق دي ومش قادرين ننشرها؟ يبقى بيننا وبين اننا نسجن حسين باشا شاكر خطوه واحده ومش قادرين نخطيها؟ اهدى بس يا سعيد، بكره تفرج ان شاء الله. ونعم بالله، ادينا مستنيين الفرج. الو. ايوه انا. بتقول ايه؟ احنا متشكرين جدا، مع السلامه. خير؟ مين اللي كان على التليفون دلوقتي هتعرف. الو. ايوه يا سمير، انا رؤوف. صباح الخير يا فندم. صباح النور. المهندس علي موجود؟ ايوه موجود، نقول له مين؟ اهلا يا استاذ سمير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اهلا استاذ عبدالك، انا معايا اخبار مهمه جدا لحضرتك. بخير. الاستاذ رؤوف بعتني ومكلفني ابلغها لك نفسي. طب اتفضل يا استاذ سمير، اتفضل. لا يا فندم، لا والله مش هقدر، انا لازم اكون في المطار بعد النص ساعه بالظبط. ايوه حسين باشا راجع النهارده. ايوه يا فندم طبعا راجع، وهو اللي هيباشر بنفسه كل الاتفاقيات اللي من نوع ده. يا فندم حسين باشا ده صرح عملاق، مش ممكن حد ينال منه ابدا ابدا. ايوه ايوه حاضر. الله، ما قلنا حاضر. تفيدة تفيدة. ايه اسماعيل مالك متسرع كده ليه؟ كويس ان انت اللي فتحتي، عشان كنت عايز تبقي اول واحده ابلغها الخبر. خبر ايه؟ افرحي وهيصي، هدى هتوصل مصر دلوقتي. تتكلم جد يا اسماعيل؟ ايوه. وعرفت منين؟ مكتب الباشا، انا كنت هناك قالوا لي انها هتوصل بعد نص ساعه هي والباشا. طب انا هروح اغير هدومي وحاجه حالا. بسرعه بسرعه يا تفيده. الحمد لله على السلامة يا باشا. الله يسلمك، خير؟ من فضلك اتفضل معانا. اتفضل معاك على فين؟ مطلوب أمس النائب العام. نائب العام؟
طيب افهم عايز مني ايه؟ ما عليك هتعرف هناك، كل مهمتي تبليغك وتوصيلك لسرايا النيابه. بعد اذنك ممكن اشوف اذن النيابه؟ تحت امرك. اتفضل. شكرا. انا تحت امرك. اتفضل معانا. ممكن اروح بعربيتي؟ مفيش مانع، بعد اذنك هركب حد معاك عشان اوريك السكه. مفيش مانع يا ابني. حاضر. محسن اركب مع الباشا. حبيبتي في ايه يا بنتي؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. هو سعادة الباشا رايح فين؟ الإنسان رسالته في الحياة مش مجرد جمع المال وبس. ماشي ماشي يا محمد. حد يكرم يكسب ويملك العالم بإيديه لو قدر. مظبوط، بس في حاجة مهمة قوي أنت نسيتها. إزاي يكسب ويملك الدنيا كلها بإيديه؟ وإيه الأسلوب اللي هيتبعه؟ اسمع يا عبد العظيم. سامع وتحت أمري معاليك. أسعارنا من النهاردة تقل للنص. ايوه بس دي هتبقى خساره كبيره قوي يا معالي الباشا. مش مهم يا عبد العظيم، لكن مصنع فخر باشا لازم يقفل ويفلس في اقل من شهرين. سامع؟ سامع وهنفذ فورا يا باشا. بعد ما البضاعه اللي عنده تبور ويدور يدلل عليها اشتريها منه باقل سعر وارجع ارفع السعر للضعف، لا ثلاث اضعاف. انا اسف يا معالي الباشا اني صحيتك من النوم، بس في خبر مؤسف انا لازم ابلغه لك. العمارة اللي فيها مبنى مجلة الاتحاد ولعت الفجر. لا حول ولا قوة إلا بالله يا عبد العظيم. على الله بقى يكونوا وصلوا للي ولع في العمارة. ولا الجن الأزرق يقدر يعرف مين اللي عملها. أهنيك يا باشا. ده انتصار ساحق بكل المقاييس. ده مصير اللي يقف في وش حسين باشا شاكر يا رضوان. في إيه تاني؟ مأمور الضرائب بتاع شركة المقاولات تعبنا قوي يا معالي الباشا، عامل لنا مشكلة في كل دفتر. وعملت ايه وهي؟ انا كلمت معالي الباشا الكبير في حفلة الجمعية الخيرية ووعد بنقله سوهاج. مش كفاية يا عبد العظيم، لازم في ان مفتش الضرائب ده مش ممكن يتجرأ علينا الا اذا كان مسنون، يعني المدير بتاعه مشجعه على كده. يعني لازم مدير مصلحة الضرائب نفسه يتشال. عبد العظيم دور له على مصيبة توديه في 60 داهية، انت مش هتبلغ ولا ايه؟ يا دولة الباشا الكلام ده ما يتقالش لحسين باشا شاكر ابدا. المصالح اللي بينا اكبر من انها تنضرب. ايوه انا بحملكم المسؤولية، لو ما سكتوش الكلاب اللي بتعوي حواليا انا مضطر افسخ كل ارتباطاتي بيكم، يعني اعتبر شحنة القمح ملغية. خلي الناس تموت من جوه، وروني ساعتها هتعملوا ايه. بتقول ايه يا دولة الباشا؟ يا دولة الباشا الكلام ده يخوفكم انتوا. انصحك تقدم استقالة وزارتك من اللحظة دي. انا لو مني يا باشا كان زماني اتشليت ولا جاتني سكتة. ولسه شاف حاجة يا عبد العظيم، انا هخليه يندم على اليوم اللي تحداني فيه او تخيل انه يقدر عليا. حسنين باشا عامر اتضرب بالرصاص قدام بيتهم من نص ساعة بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت متأكد من الخبر؟